فقال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في كتاب النكيرة والمعرفة. نكيرة قبيل المؤثرة واخر الموقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهمدي وهند وابن هند لمدتي، وما بذي غيبة أو حضور كأنت وهو كل بالضمير، وذكر خادم منهما لا يهتدى ولا يجد إلا اختيار أبدا، الياء والكريم ابن إكرام الكرياء والحديث كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: النكرة والمعرفة، من عرف المعرفة لم يخلو من اعتراض، ولذلك رحمه الله تعالى استغنى عن حدها بعدها، عد المعارف فهي ستة. والنكرة عرفها، قال: الاسم إذا توفر فيه شرطان يحكم بأنه نكرة، الشرط الأول أن يقبل، الثاني أن تفيده تعريفه. الاسم إذا من أول الأمر لم يقبل فهو معرفة، وإن قبل أن ولم تفده تعريفا فهو معرفة أيضا. مثال ذلك: أنت لا تقبل أن، لا تستطيع أن تقول لا أنت إذا أنت معرفة، فهو لا يقبل أن. قال رحمه الله تعالى: قال نكرة قابل أن، الشرط الأول مؤثرة. جاء رجل فأكرمت الرجل، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول، في زجاجة، الزجاجة زجاجة نكرة لأنها قبيلة وفاتها تعريفا. واقع موقع ما قد ذكر، قد يكون الاسم لا يقبل ان، لكنه واقع موقع اسم يقبل ان وتريده التعريف. تقول مررت بمن معجب لك، من لا تقبل ان، لكن واقع في هذا السياق موقع شخص، وشخص يقبل ان وتريده التعريف. تقول مررت بما معجب لك، ما لا تقبل ان، ولكن واقع هنا موقع شيء، وشيء يقبل ان وتريده التعريف. وتقول جاء ذو فضل، ذو لا تقبل ان، لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل. هذا نقوله نكرات قابل المؤثرة واقع موقع ما قد ذكر. عباس، حارث، ضحاك، كلها تقولون لكن لا تفيدها تعريفا، كانت معارف بالعالمية. إذا لا نقول إنها نكرات قابلة، ولكن تخلف الشرط الثاني لم تفيدها تعريفا. واقع وغيره معرفة، غير النكرة المعرفة. ليست هناك واسطة، الاسم في العربية إما أن يكون معرفة ما يكون نكرة. قال بعضهم: المعرفة موضع لمعين، وغيره كهم الضمائر، وذي اسم الإشارة، وهند العلم، والغلام المعرفة بأن، والذي وابني المضاف إلى أحدها. وترتيبها في التعريف: عرفها الضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المعرفة بأن، ثم المضاف إلى أحدها، ويكون في رتبته إلا المضاف إلى الضمير فهو أحط منه قليلا، يكون في رتبة العلم. حملهم على ذلك أن العرب يقولون: جاء زيد صاحبك، صاحبك مضاف إلى الضمير. لو قلنا إن المضاف إلى الضمير في رتبته تكون صاحبك عرف من زيد، والتابع لا يكون عرف من الأسبوع. فما الذي بدأ بالضمير؟ قال: فما الذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير. ما دل على حضور، والحضور اثنان: تكلم وخطاب، والغيبة معروفة نوع واحد. فما الذي غيبة من حضورك أنت وهو سمي بالضمير. والاتصال من الضمير نوعان: متصل ومنفصل. المتصل منه له علامتان لا يقع في أول الكلام ولا يلي إلا في الاختيار، ومفهومه أنه يليها في الاضطرار، وهو كذلك كتبت لا تأتي أول الكلام أبدا، ولا تأتي بعد إلا، لا تقول ما كتب إلا أو ما حضر إلا، لا يقال هذا. وجاء في الاضطرار: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، فما ليعوض إلا هو ناصر. أنا قوله: والاتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك. الياء في ابنه ضمير متصل، والكاف في أكرمك ضمير متصل، وكلاهما يقع موضع جر وموضع نصب. الياء ياء المتكلم وكاف الخطاب كل ما يقع في محل جر ومحل نصب، ولا تقعان في موقع الظرف أبدا. والياء والها من سليه مملك، ياء المخاطبة سليه، سليه الياء ضمير ورفع لا يقع لها محل رفع ومتصل، والها في سليه ضمير نصب محل نصب. قال في سليه: وكل مضمر له البناء يجب. الضمائر كلها مبنية، وسبقها في أول الكتاب، كل ضمائر مبنية، ضمير مبني لجموده لا يثنى ولا يجمع، ولافتقاره ولوضعه على شكل الأحرف، شكل الحرف. وله ما جرك لفظ ما نصب، ضمير الجر وضمير النصب
لفظهما واحد ويختلفان في العامل. وقال بعضهم وكل تاء الفعل من ياء وكاف أو هاء ومفعول أو اسم ومضاف. أها تقول كتابي وكتابك وكتابها وكتابه كلها في موضع الجر، وتقول أكرمني وأكرمك وأكرمها كلها في محل نصب. أها فالاختيار في اللفظ فقط. أنا قوله ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. قال رحمه الله ماذا قال؟ للرفع والنصر وجر النصر. ما من بين الضمائر تصلح في موضع جر وهو في موضع نصر وموضع رفع. تقول أكرمنا خالد منصوبة محل نصر، وأكرمنا خالدا مرفوعة مفعول محل، وتقول مر بنا أو كتابنا محلها جر. لماذا قلنا أكرمنا خالد وأكرمنا خالدا؟ لماذا سكنا قبل الفعل؟ الفعل والفاعل كالشيء الواحد، الفعل والفاعل كالشيء الواحد. والعرب تستثقل توالي أربع متحركات في الكلمة، فتقول ضربنا خالد نا مفعول به ليس جزءا من الكلمة بتقدير الانفصال، ولذلك أبقوا الفعل مفتوحا. ويقول ضربنا خالدا يستثقلون توالي أربع متحركات بالكلمة الواحدة، قالوا ضربنا خالدا. ولبعضهم وكل ماض حده قد سكن من قبلنا فصير فاعلنا وحيثما حرك منه الآخر فنع عن المفعول لا تستأخر وحيثما فتح عنه الآخر. إذن الرفع والنصب وجر الناصر كعرف بنا جر فإننا نصب للناء رفع من أحد.